في مسرح الأوبرا القرغيزي أقامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي حفلها السنوي الكبير لأبنائها من الأيتام بمحافظة تشول، والذي يعتبر عادة سنوية تدخل فيه الندوة الفرحة والسرور على الأيتام وذويهم من خلال ما تقدمه من فقرات في هذا الحفل، حيث تقدم لعدد 450 يتيما كفالة مادية وكسوة شتوية. كما يكون الحفل فرصة لتكريم المتميزين والمتفوقين دراسيا من الأيتام، والذين بلغ عددهم هذا العام 30 يتيما بمراحل التعليم المختلفة، وقدمت لهم 30 كمبيوتر لوحي. ولا شك أن تلك هدية كبيرة ستكون حافزا للمتفوقين أن يستمروا على تفوقهم، ودافعا لغيرهم على التميز بالعام القادم إن شاء الله. Из белосового парина. كذلك تم تكريم عدد 10 أمهات مثاليات بهدايا مميزة. وقد شاركت الحكومة القرغيزية في هذا الحفل الكبير وفي تكريم الأيتام والأمهات من خلال معالي نائب رئيس البرلمان القرغيزي تروبايض الفقارف، كما شارك معالي نائب وزير الشباب والعمل والهجرة الدكتور مرات نوراليف، ولفيف من السادة المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة ووزارة التعليم، وآخرون من أساتذة الجامعات الذين آثروا مشاركة الأيتام فرحتهم في هذا اليوم الجميل. وقد أكد معالي نائب رئيس البرلمان القرغيزي تروبايض الفقارف في كلمته على شكر الندوة لرعايتها للأبناء قرغيزيا، كما أكد أن على الدولة تسهيل عمل الندوة لتقدم خيرا أكثر مستقبلا لقرغيزيا. وأعلن مدير الندوة الدكتور سعيد بيومي أن هذا النشاط سيكون للأيتام كذلك بباقي المحافظات القرغيزية. يعني حفل جميل وساعة جميلة من أيام حياتي أن ألتقي مع أبنائي وبناتي، نحن نكرمهم، نكرم المتفوقين ونكرم الأمهات الكبار الذين يعني يعتبرون أم البطل، ونكرم المميزين في كل شيء أخلاقيا وتربويا وعلميا، ونقدم يعني الكفالة المعتادة، ونقدم الملابس التي نقدمها كل يعني فصل شتائي وفصل صيفي. والندوة العالمية للشباب الإسلامي قد أنجزت خلال 15 عاما عددا كبيرا من المشاريع لخدمة الشعب القرغيزي، ولكن رعاية الندوة للأيتام تبقى من أهم تلك البرامج. وعدد الأيتام الذين تكفلهم الندوة في قرغيزيا يبلغ 1000 يتيم يستلمون كفلة شهرية، بالإضافة إلى كسوتين مرة بشتاء وأخرى بالصيف، وكذلك الحقيبة المدرسية. كما تقدم الندوة لأيتامها رعاية صحية وعدد من البرامج والأنشطة والرحلات والدورات العلمية والترفيهية. كما قدم بالحفل عدد من الفقرات الفنية المميزة التي أدخلت السرور على الأيتام وأمهاتهم. وهذا التلميذ أيضر يدرس بمدرسة ثانوية ويتمنى عندما يكبر أن يكون اقتصاديا مشهورا. إن هذا اليوم من أحب الأيام لقلبي، حيث الفرحة والهدية والفائدة والجوائز بنهاية العام، وأهم من هذا كله لقاء الفنانين والوزراء والمسؤولين والمشهورين الذين نراهم فقط بالتلفاز. ونقول أخيرا شكرا للندوة، فمن زرع خيرا حصد خيرا وحبا في قلوب الناس.